وكأننا نقول سنبقى للأبد نفرح معا تارة، ونبكي معا تارة أخرى. آه ما أجمل صداقتنا، لأننا حقا أصبحنا روحا واحدة، قلبا واحد، جسدا واحد. فصداقتنا ليست صداقة فحسب، إنما هي أخوة. تعاهدت فعل الخير وسد باب للشر، وما أجمل براءتنا الطفولية حين تداعبها شقاوتنا التي تصاحبها العفوية وأحاديثنا الجميلة. إننا نبر بأمنا، يعني إذا ماتوا بعد عمر طويل رح نندم لأننا ما برينا بأمهاتنا وأمنا وأبونا. نشرب مع بعض ونطالب مع بعض ونأكل بعض البيت، يعني بنات صغار وأولاد صغار، يعني صغار بس يعني نمسكهم أنا وبنات أموات، نتهاوش نلعب مع بعض وكل شيء، نلعب مع بعض وما نتهاوش نقعد مع بعض. شكرا عليك. يلا وانتي. وما أجملنا حين نتسابق للصلاة ولذكر الله، نتنفس بهم السعادة والراحة، وتضيق بنا الحياة حين تصيب لإحدانا الحزن، فنحن لا نرضى لإحدانا دمعة تلامس خديها، فلا نريد لها سوى السعادة الدائمة. وأخيرا دامت صداقتنا للأبد. بقلم بثينة العبد الله، إلقاء براء الحسن، مونتاج بثينة العبد الله. شكرا لبثينة عبد الله على هالمونتاج الجميل، تعبت يعني وقدمت هذا المونتاج ومنتجت، تستحق الشكر والثناء. يعطيك العافية يا بثينة على المشاركة، جميلة جدا، الله يحفظك ويطول بعمرك. طيب نرجع احنا وياكم لمطبخ بنوتات، لكن نروح للانترو ونرجع لكم. ما احلى بداية، انشودة وموقف وحكاية، نتعلم وننمي هواية ونتابع كل الفقرات بنوتات. ليش مستحي؟ احنا لسه ما بعد بدينا، انا ابغاك تكوني كذا اكثر تفاعل، ما ابغاك تستحي. اتفقنا؟ ها؟ انت جاي البرنامج هنا عشان الناس تشوفك وتقدمي شيء كويس، صح؟ صح ولا لا؟ يلا ابغاك ترفعين صوتك لما نبدا في فقرة المطبخ، بيطلع الصوت بيطلع لكم كل شيء، بس خلوكم هناك. يلا. من بيشارك معنا اليوم؟ يلا ما نشرب. من بيشارك معنا اليوم؟ اختك؟ مي. طيب نشوف احنا وياكم اليوم في فقرة المطبخ مع ديالة. ديالة راح يشاركنا ان شاء الله مع هالفقرة. اختها مي، نقول السلام عليكم يا مي. مي السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله اخت مي. ها؟ الله يحييك، انا والدة ديالة. الله يطول بعمرك ويخليك ويحفظك ان شاء الله. بس دقائق ام ديالة، ربي يعافيك ان شاء الله ويطول بعمرك، احنا سعيدين بتواصلك معنا اليوم في برنامج بنوتات وتحديدا في فقرة المطبخ. الله يعافيك. الله يعافيك. احنا دائما يعني نهتم برسائل امهاتنا اللي يقدمونا دائما رسائل من خلال فقرتنا في المطبخ. فانت ايش رسالتك اللي بتقدمينها اليوم لجميع البنوتات اللي تابعونا وجميع المبدعين والمبدعات سواء بنات ولا اولاد بشكل عام؟ تفضلي يا ام ديالة. أكيد الله يحفظهم ويخليهم ويسوي أعمالهم ويسخر لهم أهلهم. آمين. وإن شاء الله يسوي قصة معنا أولاد الإلكترونية ويسجلوا الألعاب اليدوية جميل والعشاء هي اللي تنفعهم إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك والسكن الأدية مع يعني ما هي مشكلة، بس الواحد يتعلم استخدامها. يا سلام عليك، الله يعطيك العافية أم ديالة. أم ديالة يعني اكيد انت متابعه البرنامج بنوتات وتشوفين ما شاء الله البنوتات. اي والله ما شاء الله، وبنتي مره من المعجبين فيه، مره متاثره، وهي اللي حابه، وهي اللي
نطقت لين يا هلا بالمقبلين. ايه طيب يا رنج رنج طيب هي اللي يعني بس نبغاها تسولف اكثر مستحية هي ما شاء الله عليها. طيب تبي تكلمينها معانا ام ديالة؟ على الهواء يطلع. ايوه كلميها بس انا بروح اخذ فاصل وارجع لك بس معك يا ديالة. ماما على ديالة حبيبتي اهلين اخبارك؟ طيب يلا يا ماما تفاعلي شو تفعلي عليك؟ طيب ماما سولفي معكم زين؟ يلا حبيبتي شاركي ووريك الطبخة وانك انت شاطرة وحلوة وتساعدي ماما في البيت. انت ما تخليني اساعدك. كيف؟ ما تخليني اساعدك. الا بالاشياء اللي تبي تسويها. طيب الله يسعدك. هي ما تخليك تساعدك هذا يعني الحنيه في امهاتنا. هي ما تخليك تساعدي تدري ليش؟ لان دائما امهاتنا الله يطول في عمرهم انا عارف يعني شعورك انك ما تبغينا تدخل المطبخ ولا شيء، تبي تحافظ عليك تبغاك تعيشين الجو وتجيب لك كل حاجه تخدمك. اكيد على اساس ما يصعب عليك شيء. الله يطول بعمرك. طيب امين. فقرتنا اليوم ايش بتكون يا ام ديال الله يحفظك؟ نوتيلا. بيتزا نوتيلا. ايوه يا سلام عليك. تقدمها بطريقات ديالة. سمي الان احنا عندنا شو اسمه اللي بالطريقه ممكن تعلمينا يا ام ديالة؟ تعرفين انت؟ طيب ماما بتساعدك؟ ايه طيب اسوي كذا قلبه بعدين ادهن شوكولاته واحطها. طيب تفضلي يا ام ديالة تساعديها. يلا حبيبتي قطعي بالقطاعه على شكل قلب. طيب لحظه شوي. ايوه وبعدين تدهنينها بالنوتيلا. لحظه شوي هذا الصحن. ايوه حلو تقطعها بالقطاعه اللي هي القلب. ايوه جميل. يعني احنا يعني دائما نقول الطبخات السهله اللذيذه هي اللي دائما توصل بالنسبه لبناتنا واحنا الهدف من فقره المطبخ انه البنات يتعلمون. اكيد يتعلمون بس الاشياء اللي على قدهم. يا سلام عليك. يعني الحاده الاشياء الحاده والاشياء اللي الاشياء السهله. يا سلام الاشياء السهله هم اللي يشتغلون فيها. فحنا يعني الله يطول بعمركم امهاتنا وابانا دائما يعني الامهات خاصه يحافظون انه يخدمون بناتهم. ف يعني اكيد هو تعويدهم ما يخالف على شيء بس اساس المطبخ فيه اشياء حاده واشياء صعبه. بالضبط. طيب تفضل يعني اسرع. يا سلام عليك. طيب ايوه اضغط عليه بقوه عشان يطلع. يا سلام عليك. هاي الطبخة يطلع القلب صحيح. يا سلام خلاص. الله هذا القلب قلب الام لعيالها دائما امانه. يعني شوفي يعني اليوم احنا امانه يعني ديالة تقول انت يا امي ما تخليني ادخل المطبخ. فهذا شعور في شعور جميع البنات. يعني هم ما يحسون ممكن الام لما تمنعهم من دخولهم للمطبخ لما تمنعهم من خوفها عليها يعني ومن يعني قلب الام دائما يعني مهتم ببناتها وبعيالها. عسى الله يا رب ان شاء الله يجعلهم في الجنه ان شاء الله ويطول في عمرهم. طيب طيب ام ديالة ممكن تعطيني كلمه اخيره؟ إيه الله يعطيكم العافيه ومشكورين على تفاعلكم وتعاونكم وانتم الاساس. سمي ايش بتقولي؟ يلا بغيت شيء حبيبتي؟ وش تبين؟ يلا كلمي امك. ها ابي يلا مشغوله يا حبيبتي. الله يطول بعمرك. شكرا ام ديالة ما قصرت. دخلينا بالمطبخ ليش؟ يلا شكرا. خلاص ان شاء الله وعد ان شاء الله على شوي خلاص بتدخلك في المطبخ قلنا. الله يحفظها امي ان شاء الله وتسلمون والله على المشاركه. الله يطول بعمرك. شكرا ام ديالة ما قصرت. يلا يحفظك يا رب ويخليك. ديالة احنا يعني شوفي امك لما ما تدخلك البيت عفوا ما تدخلك البيت لا لما تدخلك المطبخ فهي اكيد انها تحافظ عليك وخايفه عليك. بس ليش ما تدخل؟ شنو؟ اختي ليش تدخل؟ اختك تدخل الكبيره اختك؟ ايه طبعا كبيره لانها فاهمه وانت يعني ان شاء الله انت كبيره بس اقصد انه تخيلي انت لما تدخلين المطبخ فيه نار فيه قز فيه اشياء حاده. اقولهم انت تجي تطفي. شلون؟ تقول تجي تطفي. طيب هو اكل العنب حبه حبه صح؟ يعني وتطلعين درجه بسرعه من اول درجه لاخر درجه ما يصير. يعني لما تطلعين من بطن امك بتصيرين فاهمه وعارفه؟ لا طبعا تصيرين نونو ما تعرفين تتكلمين
بكرة تكبرين شوي شوي تعلمك ماما بابا يعلمونك عن تدخلين المدرسة تعلمين الكتاب القراءة تعلمين كل حاجة. فالمطبخ مو أي إنسانة تدخل المطبخ بسرعة كذا، لا لازم تتأهل وتعرف إنه هذا الشيء حاد. فأمك عشانها تخاف عليك ما تبغاك تدخلين المطبخ. خلاص يا عسل، أنا أعرف إنك أنت ما شاء الله عليك أتوقع إنك تسمعين كلامي. أعرف كل شيء. صح أنت كبيرة وتعرفين كل شيء، بس تدرين متى السن الكبير اللي لما يدخل المطبخ؟ متى؟ أختي ثالث ثانوي. ثالث ثانوي إن شاء الله إذا صرتي في ثالث ثانوي تطبخين أحلى أندومي. وفي واحدة بالجامعة. إيه أنت صف كم أنت؟ ثاني ابتدائي صح؟ يعني بكرة إذا كبرتي إن شاء الله وصلتي لثالث ثانوي تدخلي المطبخ وتسوين أحلى جريش. ها؟ لا والله. وش تبين تصحين أجل؟ أبي أي شيء. وش تحبين؟ رز. تبي تصحين رز؟ أسهل شيء الرز عاد. بصل وطماط وكشنة. ما أحب طماط. أجل. أحب. طيب عادي. ولا بصل. بصل لازم، شلون تحمسين الرز أجل؟ مدري. لازم تحمسين الرز ببصل وتحطين شوي زيت ودجاجة بعدين تكبين الرز. ها؟ إذا كبرتي إن شاء الله وصرتي في ثالث ثانوي نبغاك إن شاء الله وأنتِ تتابعين برنامج بنوتات. أنا دائما أتابعك. إي لا إذا وصلتي عمرك ثالث ثانوي إن شاء الله وصرتي حرمة إن شاء الله وتزوجتي بإذن الله وشفتي برنامج بنوتات نبغاك تجيبين لنا أحلى طبق، تقولين هذا جريش ديالة برعاية ديالة، كنت عندكم بالمطبخ قبل 50 سنة ولا؟ لا 20 سنة؟ مدري. طيب يعطيك العافية وبنطلع حسابك شوفي وبنسوي لك دعاية من الأسر المنتجة. بكرة إذا كبرت إن شاء الله عاد أنا قد يعني إن الله أعطانا عمر إن شاء الله. ها؟ بكرة بروح ثالث. بكرة تروحين ثالث؟ إيه؟ ما شاء الله أنت كل ما تنومين تصحين تروحين مرحلة جديدة؟ إيه؟ ما شاء الله عليك، ليتنا زيك احنا نصحى وننام ونروح مرحلة جديدة. تفضلي هاي طبختك وديها هناك الله يعافيك. شكرا لك يا ديالة على الطبخة الجميلة السهلة الممتعة. طيب نبي نروح انا وياك اكيد لصالة الطعام، احنا دائما في صالة الطعام بفتح هذا. ها؟ اي حطيها وبعدين يلا. طيب عندي احساس انك يا ديالة، يعني عندي احساس هذا فقرة جميلة، عندي احساس اليوم اذا طلعتي من البرنامج ما ادري احسك يعني اقول ولا خليها بعدين احسك يعني ولا خليها جميلة. يلا يلا ضيوفنا تفضلوا تفضلوا يلا خلونا نجلس هنا شوي. تفضلوا ضيوفنا تفضلوا يستريحي يلا. قلت ضيوفنا انا قلت ضيوفنا يلا تفضلوا ضيوفنا جلسوا ممكن يلا الله يعافيكم يا رب يخليكم. تفضلوا استريحوا احنا نرجع يعني رجعنا كثير لك في المطبخ بس انت شكلك يعني تتشوتين في البيت ما ادري يعني. ها بنات يلا ضيوفنا قلنا تفضلوا استريحوا. الضيوف استريحون اول شيء. يلا ضيوفنا الضيوف. رند رند الضيوف صرتي مره ما تسمعين كلام خليك كذا. عادي خلاص يلا ضيوفنا تفضلوا ضيوفنا. بعد ما نحط هذا هذا لا ضيوفنا اول شيء يا ميرال بعدي شوي عن ضيوفنا. قلنا ضيوفنا نضيفهم يلا استريحوا بعدين تجلسون انتم يلا تفضلوا يلا تفضلوا يلا نجماتنا تفضلوا يلا ميرال تعالي يلا لا روحي جنبه جور روحي جنبه ميرال اليوم حنا دائما في الأسر المنتجة يعني بنات شوي بس ممكن عشان نعطي مجال يلا لحظة شوي. طيب هنا عندكم أكل جميل جدا جميل يا عمر الله احب المكرونات كلها باستا هذه باستا اي باستا حنيني حنيني هذه باستا حنيني. طيب خلينا نفك بس واحده واحده لان ما شاء الله اليوم ما قصر الله. اوه وش ذا؟ بطاطس هذا بطاطس وين وشو؟ اي طيب خضروات شو؟ كرسون ايطالي يا عمري ايطالي يعني انت رحتي سويسرا صح؟ قد ذقتي دار ايطالي؟ سويسرا حرمه سويسرا حرمه انا قد سويسرا حرمه انا تدري وين رحت بس؟ لندن لندن ولقيتني هناك صورت معي صح؟ يا سلام على الكابلي لا لا واحد واحد رنت واحد سكي واحد قلنا سكري سمعي في لحم دجاج ليمون ها؟ ليش ما وهذا العصير وشو؟ ليمون شوف الرجل هذا لك حداء مويه طيب اوكي طبعا احنا نشكر بنات يلا شوي ممكن؟
نشكر مأكولات رز وردي. رز وردي وين؟